قناة الأحجار الكريمة إعداد وتقديم فريق عمل رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. المعدن هو مركب صلب يتكون طبيعيا من خلال عملية جيولوجية، ولا تعود الكلمة على المركب الكيميائي فقط ولكن على البناء المعدني أيضا. تتغير المعادن في التركيب من عناصر نقية وأملاح بسيطة إلى السيليكات غاية في التعقيد بآلاف التكوينات المعروفة. والعلم الذي يدرس المعادن يسمى علم المعادن، وقد صنف كارولوس ليونوس المعادن على أنها مملكة في العالم الطبيعي بالإضافة إلى الحيوانات والنباتات. معدن أو عدة معادن تبني سوية الصخر. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.